في آخر عدد صادر لها، أشادت مجلة تايم الأمريكية بالاحتجاجات الشعبية في إيران ومشاركة النساء فيها، حيث اختارت 9 إيرانيات ضمن 100 امرأة مؤثرة في العالم، مشيرة إلى أن الاحتجاجات حركة رائدة في مجال التعليم والحرية، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال شعار المرأة الحياة الحرية. وتضمنت القائمة المختارة من قبل المجلة الأمريكية كلا من جوهر عشقي ونرجس محمدي وسبيدا قليان والناز ركابي ونيلوفر بياني وزور أمير إبراهيمي ونازانين زاغري راتكليف ورؤيا بيراي ورؤيا بيراي. وبحسب المجلة الأمريكية، تعتبر نرجس محمدي المرشحة لجائزة نوبل للسلام ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان من أبرز الناشطات والمدافعات عن الحريات وحقوق المرأة في إيران، ومعتقلة في سجن إيفن شمال العاصمة طهران. أما نازانين زاغراي راتكليف فهي ناشطة خيرية محتجزة في السجون الإيرانية منذ سنوات، في حين تقدم المجلة جوهر عشقي كواحدة من أمهات إيران اللواتي يطالبن بالعدالة لقاتل أطفالهن، إضافة إلى سبيدا قاليان الناشطة السياسية التي حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات لدعمها حقوق العمال في محافظة خوزستان. وضمت القائمة الناز ركابي الرياضية الإيرانية التي شاركت في مسابقة تسلق الصخور في كوريا الجنوبية من دون حجاب، ونيلوفر بياني التي تعرضت لأقصى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والتهديدات الجنسية لما لا يقل عن 2200 ساعة على يد السلطات الإيرانية. وتعتبر زور أمير إبراهيمي أول امرأة إيرانية تستطيع الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي، ورؤيا بيراي المنضمة للانتفاضة الشعبية، إضافة إلى رؤيا بيراي التي حلقت شعرها وأصبحت أحد رموز الاحتجاجات.